عندنا كيلو او نص كيلو من صدور الدجاج مكعبات علشان هنفرمه، فتقدروا انتوا تكملوا الكميه زي ما انتوا عايزين، عايزينها كيلو عايزين ربع كيلو براحتكم، ولكن غالبا هيكون نص كيلو كفايه قوي لعدد مثلا 3 4 افراد. محتاجين بصله مفرومه، بابريكا، كمون وملح وفلفل اسود. الصوص اللي هنعمله هيكون معلقتين كبار من الصلصه، 4 معالق كبار من الزيت، نص كوبايه ميه، ونعناع ناشف. عايزه كمان عيش صاج علشان هو ده اللي هنلف فيه الكفته الفراخ بتاعتنا. محتاجين زبادي، والزبادي ده هيكون للتقديم او على الوش كده، هنحط عليه توم. اول حاجه هنعملها ان احنا نفرم الفراخ. تقدري تستخدمي صدور فراخ او وراك فراخ، ميكس الاتنين مع بعض مفيش اي مشكله. نلبس كده بس الجلوفز ونبتدي نشتغل على طول. طريقة التقديم هي اللي مختلفة، يعني هتلاقونا بنعمل حاجات مختلفة شوية مش متعودين عليها، كأنها سندوتشات، هتبقى زي الساندوتش. وإضافة بقى أشياء تانية دي ممكن ترجع لك، يعني عايزة تحطي توم، عايزة تحطي نوع تابل تاني أنت بتحبيه، أعشاب عطرية تكوني بتفضليها زي الزعتر مثلا، ممكن بقدونس، في شوية إضافات لو أنت حابة تحطيها تمام، ولكن أنا اخترت إن تكون بسيطة على قد ما نقدر. ننزل بالفراخ زي ما اتفقنا، ممكن وراك وصدور مع بعض، بس تكون الصدور أكتر أو قد بعض، مش الوراك هي اللي أكتر. بصل، البصل معصور من ميته أفضل. بابريكا، نحط برضو ملح وفلفل، الملح اتحط وادي الفلفل. كلها اتضربت كويس واتفرمت كويس جدا، نقدر بقى ناخدها دلوقتي ننزل كده بقى كل الكميه. نجيب العيش اللي هنفرده دلوقتي اللي هو العيش الصاج، العيش السوري لو انتوا بتقولوا عليه سوري اهو، ناخده كده زي ما هو كده متني مفيش مشكلة، هسيبه وهلف بالشكل ده. ناخد الزيت، رشة زيت كده، ممكن يبقى زيت وشوية مية، وممكن من غير مية زيت فقط. وناخد الكفتة كده، نلف كده 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 كله قد بعضه. ونلف بالشكل ده. نجي هنا ممكن نقفل بشوية مية صغيرين. كده. عشان نقفل كويس نجيب سكينة ونقطع
للرول ده كده اهو بالشكل ده. محتاجين بس السكينة تبقى حامية شوية، انا سكينتي مش حامية قوي شكلها، فبتطلع الايه الفراخ شوية من الجناب، بس تمام احنا شغالين برضو مظبوط. اعتقد ان انا يعني محتاجة اغير السكينة بتاعتي، فايه يكون افضل لو غيرتها. شوف سكينة تانية حامية. احنا عندنا السكينة المشرشرة هنا، عندي واحدة ممكن تكون افضل. لا مش لاقياها، بس هدور عليها. هي كده احسن. نجيب الطبق اللي هنرص فيه علشان يدخل الفرن بالشكل ده. فراخ، حاضر. ونبتدي بقى ايه نرص بالشكل ده كده، القفلة كده لجوه. احنا طبعا هنسويها بالشكل ده جوه الفرن، هي تدخل تستوي كده. احنا بنعمل كفتة، كفتة فراخ بالشكل ده كده، بس انا خايفة اخلص الفراخ وبقى ما كملتش الصينية كلها، عشان هنقدمها بطريقة مختلفة كأنها ساندوتشات. يعني اتمنى ان كله يكمل معانا. نشيل بقى الاطراف عشان الاطراف مش حلوة، ونقطع بالراحة بالشكل ده. هي اللذيذ فيها ان هيتحط لها صوص لما تطلع، وهيتحط لها كمان زبادي، فهتبقى لذيذة قوي قوي قوي. يعني مش بقى كمان ساندوتش وناشف كده، لا. فيعني تابعوا الوصفة للآخر، إن شاء الله تعجبكم جدا وتحسوها حاجة مختلفة ومقرمشة وفيها فراخ وكل حاجة. وخلصت لف الكفتة في العيش الصاج، باقي بس إن احنا هنديها ايه رشتين زيت كده. برضو نقلتها في طاجن أصغر عشان الكمية تقضي في كل الطاجن، لان الطاجن التاني حسيت ان الايه في النص كده كان مهوي شوية، ولسه طبعا هتكش شوية علشان الكفتة، فقلت لا ننقلها في طاجن اصغر. ندخلها بقى على فرن سخن درجة حرارته كام؟ 190. وعايزين صاج، مفيش صاج. ليه ما عندي صاجات؟ طيب اصل انا مش عايزه احط علشان البايركس على طول بيتلسع بسرعه، والعيش هيبقى حساس جدا ان هو يقرمش ويستوي وياخد لون، والفراخ ممكن تكون لسه ما استويتش. فبس عشان نحافظ على المنطقه دي كده ندخله هو على صاج احسن. ندخل بقى على الصاج كده. الفرن شغال من تحت فقط، مش من تحت ومن فوق، تحت بس. فوق ده لما اطمن انه الفراخ استوت وتمام، بس مثلا عايزه اديها وش او كده، اقوم فاتحه على طول في اخر دقيقه او دقيقتين. هي ابتدت تستوي ولون الفراخ ابتدى يتغير، هنسيبها بقى تستوي براحتها خالص لحد ما نطمن انها اخدت لون من كل الجوانب. صلصه نعناع ملح وفلفل وبس كده، وميه طبعا وزيت او زبدة. تعال نحط زبدة احلى. الزبدة على زيت. على الصلصة.
مفيش ولا بصل ولا ثوم، ملح وفلفل، شوية مية، نعناع ناشف. فين النعناع؟ نقلب كده كده كده. ويا دوب 3 دقايق على نار متوسطة هيكون الكلام ده بقى صوص جاهز لكباب الفراخ بالعيش الصاج اللي في الفرن. وعلى برضو على جنب كده ناخد طبق. محتاجين ايه؟ نعمل صوص الزبادي. هنا حاطين ايه؟ حاطين زبادي وتوم بس. الزبادي هفكه بشوية مية ساقعة حبة صغيرين، وحطيت توم. اللي مش عايز يضيف توم للزبادي براحته، ممكن يشيل التوم. نحط المية، هضيف كمان شوية نعناع ناشف للزبادي، شوية مية صغيرين قوي، تاتش نعناع كده للزبادي لذيذ. وكده برب الزبادي علشان برضو هنحطه فوق الصوص الأحمر. ممكن إضافة تاتش ليمون صغير، عصرة ليمون صغنطوطة خالص. وبكده يبقى الشوربة على النار. الصوص عندي كمان يعتبر خلاص جاهز. الفراخ في الفرن تقرقش شوية كمان. بصوا طبعا ما تنسوش ان احنا حاطين زيت من فوق، يعني رشين رشة زيت ومستنيينها بقى. الفراخ كده استوت، اخدت لون مقرقش كده ومحرمش شوية من فوق، حلاوة اللون وجماله. ناخد الصوص الاحمر اللي احنا عملناه ده، الريد صوص كده، ونبتدي ايه نحط عليها كده حوالين داير كده الطريقه دي. وبعدين نحط لها صوص الزبادي برضو على الوش بالشكل ده. طبعا انتوا ممكن تكملوه كله، بس انا عشان واحنا بنصور تبقوا شايفين الالوان كلها، يعني الخطوات كلها، وتبقوا عارفين ده ايه، ما يبقاش متغطي كامل. ولكن تقدروا انتوا وانتوا بتقدموها تزودوا الصوص شويه ولا حاجه وتغطوا كل الكميه براحتكم. ناخد شويه نعناع، بقدونس، اي حاجه، ونحطها كده على الزبادي من فوق عشان يبقى شكلها لذيذ ويفتح النفس.